الله وقتكم متابعين ومتابعات قناة شوف تيفي. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من مدينة قويطرة. كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين الأفاضل متابعين قناة شوف تيفي، اليوم حنا الآن بين أمام مقر ديال طهول. اليوم كيتم الافتتاح بحضور السيد العامل ومجموعة ديال الشخصيات. كيف ما كتلاحظوا معنا في هذه اللحظات وصول بعد قليل سيوصل السيد العامل، وأيضا الآن وصول السيد ديال القوات من عزادير. بحضور مجموعة ديال من السلطات في هذه اللحظات متابعين الافاضل، كيف ما كتساعدوا معنا وكيف ما كتلاحظوا معنا، الان حنا امام معرض ديال الطهول بهذه الاجواء وهذه الايقاعات الجميلة في هذه اللحظات المثيرة. كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين الافاضل متابعين قناة شفتي في قناة الشعب، اذا نخليكم مع هذه الايقاعات في لحظات وصول السيد العميد عامل صاحب الجلالة نسأل الله لمدينة القنيطرة. إذن كيف ما كتلاحظوا معنا أجواء رائعة في هذا المعرض الجميل. بعد قليل تشوفوا معنا مجموعة ديال السيارات. إذن كنتمنى من جميع المتابعين أنكم تبارتاجوا فضلا وليس أمرا. غادي نوريكم في هذه اللحظات قبل نوريكم بعد السيارات وبعد المعرض اللي كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين افاضل متابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب. اذا كيف ما كتلاحظوا معنا اجواء رائعه في هذه اللحظات كيف ما كتشاهدوا. حنا الان بمعرض الطهول، المعرض الجميل اللي اليوم يتم الافتتاح ديالو بحضور السيد العامل ومجموعه ديال الشخصيات. اذا بعد قليل كيف ما كتشاهدوا معنا، وايضا حضور رجال الاعمال ديال مدينه
بمدينه بوينتيلا. اذا مجموعه ديال السيارات الجميله واللي غادي من بعد قليل غادي نتكلموا عليها وغادي نشوفوها معكم متابعين افاضل في هذا المعرض الجميل، هذا المعرض ديال الاوتوغول اللي اليوم تم الافتتاح ديالو كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين افاضل متابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب دائما معكم عبر المباشر من مدينه بوينتيلا وبالضبط حنا في المعرض ديال الاوتوغول. اذا كيف ما كنشاهدوا غادي نشوفوا بعض التصريحات من عند بعض ريتما انه يوصل السيد العامل في هذه اللحظات. اذا كيف ما كنشاهدوا معنا مجموعه ديال السيارات ديال فورد وايضا مجموعه ديال السيارات ايضا من نوع اخر اللي غنشوفوه معنا، وغادي نحاولوا ان نتكلموا مع احد ويعطينا مجموعه ديال التصريحات. اذا كيف ما كتلاحظوا معنا اذا اجواء رائعه وكيف ما كتشاهدوا. السلام عليكم. اذا كنظن هذه السيارات هي كنظن انها سياره كهربائيه، غادي تشوفوها معنا وتشوفوا مجموعة ديال الحوايج. كنتمنى من جميع المتابعين انكم تبارطاجيو فاتون وليس امرا. اذا فعلا كيف ما كتشاهدوا معنا اذا نحاولوا اننا ناخذوا بعض إذن كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين افاضل متابعين قناه شوف تيفي، نتمنى ان يعطينا شي احد الاشخاص اللي كاين مكلفين هنايا اللي غيعطينا مجموعه ديال الشروحات في هذه السيارات وحتى هذا المعرض الجميل اللي جا قرب بمعنى انه وسط مدينه القنيطره. اذا بعد الحدث غيوصل السيد الامين وغادي نشوفوا مجموعه ديال الاشياء معكم، غادي نخليكم معنا ونرجعوا للايقاعات الجميله ريتما وصل السيد الامين. كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين افاضل في انتظار السيد العامل صاحب الجلاله لمدينه بوينتيلا غادي يوصلوا من اجل افتتاح هذا المعرض. كيف ما كتشاهدوا معنا هذا المعرض ديال الاوتوغول الجديد اللي الشكل ديالو رائع والشكل متميز. كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين افاضل متابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب. اذا كيف ما كتلاحظوا معنا غادي نوريكم نحاولوا نوريكم الصورة ديال هذا الشكل ديالو، ديال واحد الشكل اللي هو رائع وشكل جميل، شكل منفرد. هنا كيف ما كتلاحظوا معنا بعد لحظة غتشوفوا معنا في كيف ما كتشاهدوا معنا واللي جا قرب محطة القطار في مدينة كونيترا لأن ما بعيدش بزاف. إذا لحظات قليلة وصل السيد العامل من أجل افتتاح هذا المعرض. إذا نرجعوا للإيقاعات وتراث بلادنا.
بارك الله عليكم، تحيه لكم. اذا دائما معكم متابعين افاضل، متابعين قناه شوف تي في، قناه الشعب، في هذا البث المباشر غادي نحاولوا ان نتكلموا مع المقدم ديال هذه المجموعه الجميله. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. اولا بغينا نقول شي كلمه في هذه المناسبه. زيدك تفضل. واحد فيكم مرحبا. تفضل. اولا المجموعه، السلام عليكم، معكم مجموعه اسماعيليات مدينه القنيطره، واليوم جينا هنا لواحد الافتتاح ديال اوتوهول لا ميزون ديال السيارات، وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. ودابا كنتسناو نستقبلوا ساده العامل، جا رئيس الجامعه، جاو الحضور الكريم، كل المجموعه كلها جات، ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. وهذا الفرح يزيد واحد المدينه، واحد الجماليه ديال مدينه القنيطره، يزيد واحد الجماليه ان شاء الله، ونتمنى الخير للجميع. الله يوفقكم وشكرا لكم. شكرا، مرحبا بكم. شكرا لك. اذا دائما كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين افاضل، متابعين كنتوا مع فرقه او مجموعه اسماعيليه بمدينه القنيطره، كانت رائعه في اجواء في الانتظار السيد العامل. غادي نوريكم مجموعه ديال السياسه مره اخرى، ريثما ان يوصل السيد العامل صاحب الجلاله لمدينه القنيطره، غادي يوصل بعض الحدث. اذا كيف ما كتلاحظوا معنا، إذن دائما معكم متابعين الافاضل، متابعين قناه شوف تي في، قناه الشعب، في هذه الاجواء الرائعه وهذه الاجواء الجميله كيف ما كتلاحظوا معنا. احنا الان بمعرض اوتوهول بمدينه القنيطره اللي اليوم افتتاح ديالو، افتتاح جديد. غادي مع دقائق غادي نتكلموا مع احد الاشخاص اللي غيعطينا مجموعه ديال التصريحات في هذه السيارات الجميله كيف ما كتشاهدوا. كاين ايضا لاحظنا ان كاين سياره ديال كهربائيه في هذا المعرض. كيف ما كتلاحظوا السيارة ديال إكتريك، سيارة جميلة. نحاولوا أننا نتكلموا مع أحد الأشخاص. كيف ما كتعرفوا اليوم كل شيء مشغول، كل شيء في هذه الأجواء الرائعة واستقبال الضيوف ديالهم كيف ما كتشاهدوا معنا. إذن دائما معكم. إذن هذه السيارة اللي صراحة كيف ما كتشاهدوا معنا حمقاتي صراحة، والسيارة جميلة رائعة. هانتوما وعليكم السلام. إذن دائما معكم في هذه السيارة الرائعة، وهذه السيارة كيف ما كتلاحظوا معنا جذابة، كتصلح الصيف والشتاء صراحة. دوبورت، ولكن غادي نعرفوا المجموعة، نحاولوا أننا نتكلموا مع المكلف، غادي يعطينا بعد قليل يعطينا بعض التصريحات إن شاء الله اللي غادي يوضح لنا. اللي كنلاحظوا من بعد ما هي كتشعل الباب أوتوماتيكمون كيشعل الضوء، كيف كتحل الباب كيشعل الضوء. إذا لاحظتها معكم. باردون. إذن كيف ما شاهدتوا معنا مجموعة ديال السيارات. إذن كيف ما كتشاهدوا معنا في بعد قليل وصول السيد العالم صاحب الجلالة من اجل افتتاح هذا المعرض الجميل، معرض الاوتوهول اللي جاء في وسط مدينه القنيطره قرب محطه القطار ديال مدينه القنيطره، كيبعد عليه بشي 300 متر فقط. ديال مجموعه ديال الشخصيات في انتظار ديال السيد الامير، ايضا السيد الباشا المدينه، ومجموعه ديال الشخصيات ورجال الامن حاضرين. أفضل.
إذن دائما معكم عبر المباشر متابعين أفاضل متابعين قناة شوف تيفي. إذن كيف ما كتلاحظوا معنا هذوما الشركات، مجموعة ديال الشركات اللي هي متواجدة في أوتوهول. واحدة قليلة ويوصل السيد العامل. كما كتشاهدوا معنا متابعين أفاضل متابعين قناة شوف تيفي قناة الشعب، السيدات الأخيرة كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين الافاضل متابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب، اذن مجموعه ديال الزملاء الاعلاميين كيحضروا تغطيه هذا الحدث الجميل الحدث الرائع. حدث ديال الافتتاح والطهول بمدينه القنيطره. إذن كيف ما كتشاهدوا معنا هذا الفوق.
إذن متابعين الأفضل متابعين قناة شوف تيفي إذن في هذه اللحظة وصول السيد العامل عامل صاحب الجلالة لمدينة قنيطرة. في هذه اللحظة كيفما كتلاحظوا معنا متابعين أفاضل متابعين قناة شوف تيفي من أجل الافتتاح في هذه اللحظة هي السيد العامل والسيد المدير الطهور غياخذوا صورة تذكارية ومجموعة ديال الشخصيات وأيضا السلطة العسكرية والمدنية. في هذه اللحظة غياخذوا صورة مع السيد العامل كتشاهدوا معنا متابعين الافاضل متابعين قناة شوف تيفي. نحاول أن ناخذ الصورة لكم أو نقربكم الصورة لكن من أجل لكن مع الأسف كيف ما كتشاهدوا معنا إذن كنتمنى أن تكون الصورة واضحة لكم. Donc, si ça va, ça va, 6 chevaux. Là, je peux vous donner les chevaux et les numéros d'arrêt. Donc, il y a 4 démarches. D'ailleurs, porte, coupé, tout ça.
إذن مرتبين أفضل كيف ما كتلاحظوا معنا مرتبين أفضل مرتبين قناة شوف تيفي حضور مجموعة ديال الشخصيات والسلطة العسكرية تحية لهم وإذا السيد الباشا ومجموعة ديال الشخصيات اللي حضر وشخصيات المدينة حضر في هذه اللحظات غادي نحاولوا أننا إذن دائما معكم نحاول ناخذ صورة من مكان آخر إذن كيف ما كتلاحظوا معنا متبعين أفاضل إذن حاولوا حنايا نحاول لاحظنا المكان إذن كيف ما كتشاهدوا معنا des clients pour l'entretien, service après-vente. Et les magasins de prise de rechange sont de ce côté.
نحن مباشرين كافي النوعيه ديال الكونفو كيف ما كتشاهدوا معنا بالنسبه للافاضل إذن متابعين الأفاضل كيف ما احنا الآن في الطبق الثاني See.
Il n'y a pas de temps, il y a des avantages, il n'y a pas la lumière.